السلام عليكم. الله يسهل لك يا حاج. الله يسهلنا كلنا يا ابني. هو في صاحب محل البقاله ده؟ يوه امسك يا حاج. امسك ايه؟ ده كرتاس تحط فيه 3 4 بيضات وتتوكل على الله كده واسمع جمال خطوتك. يا ابني يا ناقصه بيض يا ابني، ناقصه بيض. بقول لك انا عايز صاحب المحل ده. يا حاج قضيها النهارده بيت، مش لازم الفلامنك. طب اقول له ايه ده؟ اقول له انا عايز ماهر الدخش. ماهر الدخش؟ مين اللي بينده عليا؟ انا. انت مين؟ درويش يخرب بيتك. لا ما اتخرب خلاص. وزيره راح تفجر وزيره. ما تخافش، ده بتاع. بتاع ايه؟ هو بتاع كده جوز بنتي. لما انت جوز بنته بتحلو نروح من الصبح ليه يعني؟ انا شرفني اللي انت صاحبه الانتيخ، مش جايز تكون مخبر؟ جايز يكون مخبر؟ ده منظر مخبر برضه. معلش هو ده لو فكر بيطلع غزال. بتاح وبتاع بيض، انت بتعمل في بيتك كده ليه يا ماهر؟ معلش تعب ولا يبقى في المحل هو تنسى مفاتيح جوزها كل مره. اهلا اهلا. نور اخويا. طبعا انت عارف انك لو حلفت بقى بنات المسلمين كلها على ان اللي بتقوله ده حصل فعلا محدش هيصدقك. المهم يا ماهر انت مصدقني ولا لا؟ عاوز رد بامانه ولا كلام الاصحاب لبعضيكم؟ يا ماهر معقول يعني انا افجر وزيره؟ طب ليه؟ يا ماهر انت عارف ان انت من يوم ما هربتني من السجن وانا بعيد عن العوق بالمشوار. يا راجل ده انا مرضتش احضر فرح بيتك معجزه عشان ما تطلتش في اي حد من المخبرين اللي بيتحنجلوا حواليك. انت فاكر ان انا ناسيها لك؟ ده حتى معجزه اتقهرت وفضلت كاتمه في نفسها طول الفرح، كان يوم اسود على بتاح. بتاح ايه يا عم ماهر؟ يا عم ماهر الله يسيئك، ركز معايا يا عم، ركز معايا يا عم معروف. ماشي كلت بعقلي حلاوه. انت جاي لي ليه؟ شوف يا ماهر انا عارف ان انت قتال قتله وقلبك ميت. انا شخصيه وسخه يعني. وانا بقولها لك بصراحه، انا مراكبي في اسكندريه اتحرقت خلاص، ومليش اي حد في مصر اعرفه ممكن يساعدني غيرك انت ماهر. كلنا لقمتين العشاء وشربنا عليهم ميه. امرني عايز ايه؟ شوف يا ماهر أنا عرفت من التلفزيون والأخبار إن بعد الشقلطة اللي حصلت للوزيرة دي وكل التفجير اللي حصل ده إن الست لسه عايشة وفيها الروح. شغل هو إيه؟ أنا بقى فرصتي الوحيدة إن أوصل لها. هي بقى لو اقتنعت إن الجهاز ده جالي مسروق وإن أنا يا ست جاي عشان أرجعه لك أهو، ساعتها بس هتتأكد وتعرف ان انا ماليش اي يد ولا اي دخل في اللي جرى لها. ماشي؟ ساعتها بقى هتأمنني من الداخليه وتأمنني من التيران اللي اتطلقوا ورايا في اسكندريه واللي ما اعرفش مين اللي تابوهم ايه. مالك يا ماهر عمال تتلهوى في ايه يا ماهر؟ مزنوق مكسوف منك، عايز افك حصر. يا عم قوم فك حصر، قوم ما احنا قاعدين. معلش تعالي خش حط لعمك خش. ولا ليك وحشه والله يا عم درويش. الله يخليك يا معجزه. ايه ده ما شاء الله ابنك؟ امال ابن خالتي؟ ده ابني نزار. مين؟ نزار ما شاء الله. بتاح اتجوز معجزه وخلفه نزار، ما شاء الله. لله الامر من قبل ومن بعد. ايه ده؟ ده موبايلك يا عم درويش. صحيح. ايه ولا شهاب؟ الله عليك يا عم درويش، ده انت حافظ نمرتها اهو. ايه حافظ نمرتك؟ خطبتها لا؟ لا اصل انت يعني رديت عليها على طول بالاسم. يا ابني هو في حد عارف النمره دي غيرك؟ وصلت اسكندريه؟ انا لسه غارز رجلي في الرمل الزعفران حالا. المهم طمني عليك، قبضوا عليك ولا لسه؟ سفخص على ملافظك، سفخص على ملافظك. يعني انت لسه حر طليق. ماشي يا عم درويش وبطمني عليه، اصل انا يعني رصيدي ما يستحملش مكالمات كتير. وانت بسم الله ما شاء الله رصيدك على قلبك قد كده، انت راجل مطارد ومعاك رصيد. بهزر يا عم درويش.
عارف انا لو قدامك دلوقتي هتظرفني يا فهيم. والنعمه العظيمه وحشني. وحشني طرطيشك كمان. ماشي. لا لا الا الله. خضر ابتدينا اللعبه يا شباب. ايوه يا سياده المقدم. لا للاسف دورت في كل حته في البيت ما لقيتش حاجه. في الاغلب ماما ما بتهتمش بتجميع الحاجات دي. اوكي تمام. ميرسي يا فندم، مع السلامه. حاولوا يوصلوا لشركه الاتصالات، يمكن يكون اللي خد الموبايل اتغاب وعمل مكالمه يقدروا يوصلوا له منها. بتهيألي خطه البحث دي المفروض تبقى بينك وبينهم، يعني المفروض انك ما تقوليش تفاصيل. وبعدين بقى؟ بعدين ايه؟ واخرتها ايه معاك؟ هتفضل مقموس كده كتير؟ مقموس؟ هو ده تفسيرك عن الموقف؟ ما انا مش لاقي لها اسم تاني يا حازم. انت مكبر الموضوع قوي. فيها ايه يعني لما ماما تطلب مني ان انا احتفظ بسر واسمع كلامها؟ في الاول وفي الاخر ده التاب بتاعها مش بتاعي على فكره، يعني انا ما خبيتش عنك حاجه تخصني انا. ما هو بصراحه انا ما بقتش عارف ايه اللي بيخصني فيكي وايه اللي ما بيخصنيش. لا 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 معلش معلش بقى، عشان انا بجد مش فاهمه اللي انت بتقول ايه. افهمك قصدي يا نهله. نهله انت ما بديش نهله اللي انا اعرفها من 4 سنين. احنا بقينا بنعمل 1000 حسبه علشان نروح نخرج خروجه مع بعض، بقينا ندبر على الاكل بالصدفه، عشان انت حضرتك يا اما مسافره مع باباكي لندن، يا اما مشغوله في مكتبك، يا اما عندك شغل، كان لازم يبقى في حاجه تبعدك عني. كل ده فكرت فيه عشان خبيت عليك موضوع التاب. تاب ايه؟ انا هستفيد ايه من قصه تاب السرق؟ يا نهله الفكره كلها انك ما بقيتيش بتشاركيني معاكي في حياتك، اكنك بتوصلي لي رساله انك خلاص ما بقيتيش واثقه فيا. انا مش واثقه فيك يا حازم، بأمرت ايه بقى؟ بأمرت انك لغايه دلوقتي لسه بتاخدي حاجه تمنعك عن الحمل. انت بتلف اللفه الطويله العريضه دي كلها علشان توصل للموضوع ده؟ وفين؟ هنا؟ دلوقتي في الظرف اللي احنا فيه ده وامي ما بين الحي والموت؟ لازم يبقى في ظرف يمنعنا ان احنا نتكلم في الموضوع ده. انا مش مصدقاك على فكره. حلو قوي. يعني انت عايز توصل للست الوزيره صح؟ صح يا مان. ومش قادر تهبط لغايه ما بسلامتها تخرج من المستشفى. بقوله بقوله ايه يا ماهر؟ اهبط ايه واستنى ايه؟ مش عايز استنى طبعا. انا في سبق يا ماهر، سبق. انا لو البوليس وصل لي وجابني قبل ما اوصل للست الوزيره محدش هيصدقني. وانت عارف بقى الجديد هجيب القديم، وانت فاهم. بما اني بفهمها وهي طايره، انت كده عاوز تخش للست دي المستشفى مش كده؟ الله ينور عليك. للاسف مش بتاعتي. انت كده بتخبط على الباب الغلط يا درويش. ليه بقى؟ مش سكتها صاحبي. انا اخري في الموضوع دوت ان انا رايح الست دي من بلاوي الدنيا واخليها تقابل وجه رب كريم، انما عشان ادخلك مستشفى عليها حراسه وامن عشان تقعد تأنسها وتجالسها مش سكتي. بس الامانه في ناس سكتها دي. ناس زي مين؟ نفكر. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. والله ما انا عارف ايه اللي بيحصل لي ده يا اخي. قضيت 20 سنة من عمري منسي، وبعد السنين دي كلها تجيلي بلوى. بلوى ماليش دعوة بيها خالص. تقلب عليا القديم والجديد. اهدى بس، ربك غفور رحيم. دلوقتي انت محتاج لموضوعك ده خريطة. يعني ايه؟ يعني عايزين عيل ابن قرود يكون دايس المستشفى وعارف دهاليزها وبهاريزها، يوصلنا لغاية عتبة أوضة الوزيرة. ما تقلقش أنا هعسعس كده، وبإذنك يا رب هجيب لك اللي يودينا. ما تقلقش، حبايبنا كتير وإن شاء الله هنلاقي. معرفش الاقي الواد حسن الحن صاحي دلوقتي ولا ايه. مين؟ حسن الحن. الحن؟ عيل ايه؟ حسن الحن؟ ما شاء الله.